قصتنا الأخيرة بتتعلق بالعمل الاجتماعي اللي بحاجة لروح الفريق الواحد لمواجهة الآثار السلبية اللي تركتها أكيد الحرب الإرهابية على سوريا وتعزيز صمود الوطن والمواطن من خلال تقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية له. ولابد من أهمية التكامل، تكامل الموارد البشرية والمادية للحصول على مخرجات متكاملة بالعمل الاجتماعي للوصول إلى الهدف المرجو من هذا العمل التطوعي. ومن المؤسسات الفاعلة على الأرض بهذا المجال مؤسسة الشهيد، لحتى نتعرف على نشاطاتها بالسويداء وأهدافها معنا عبر الهاتف السيدة حنين القلعاني. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. حضرتك مديرة مؤسسة الشهيد بفرع السويداء، بالبداية تعطينا لمحة عن مؤسستكم. علق مؤسسة الشهيد هي مؤسسة اجتماعية تأسست عام 2013 وشهرت بالقرار 1766. بتمارس مؤسستنا نشاط اجتماعي وخيري يهدف للدفاع عن ثقافة الشهادة وتخليد مساعي الشهداء، وكذلك إحصاء مفاخرهم وأحياء ذكراهم، بالإضافة لمعالجة الوضع العام لأسرهم وتعويضهم ماديا ومعنويا، وكذلك متكفلة معالجة الجرحى ومتابعة جراحهم لحين اكتمال الشفاء. أنتوا بالمؤسسة كيف يمكن بتم الوصول للشرائح اللي عم توصلوا لها من خلال مؤسسات بتتعاونوا معها أو غيرها؟ هلق من أطلقت المؤسسة منذ تأسيسها شعار خدمة الشهيد في أهله من خلال جملة من المشاريع الإنمائية بهدف تخديم فئة مستهدفة ألا وهي أسر الشهداء من مدنيين وعسكريين وجرحى. بضمن المؤسسة كوادر مؤهلة واختصاصية معظمها من المتطوعين. بس لمحة سريعة على أقسام المؤسسة اللي بتتم على أساسها الوصول لأسر الشهداء واحتياجاتها. قسم المسح الاجتماعي بداية بيهدف لتشكيل قاعدة بيانات عن طريق زيارات لأسر الشهداء ببيتهم، تعبئة استمارات ورقية، وكذلك للجرحى بتتم دراسة الوضع وإجراء اللازم فيما بعد. كذلك الأقسام الإدارية، القسم التقني والديوان المادي والقانوني والمتابعة، كذلك قسم الدعم النفسي والاجتماعي يهدف للتقليل من أعراض المرض النفسي المرافق للأزمة إضافة للتنمية وإصال الخدمة. كذلك قسم الإغاثي بتساهم المؤسسة عبر هالقسم مع التعاون مع بعض المنظمات أكيد بتأمين سلال غذائية وصحية لأسر الشهداء. نقوم بتوزيع الألبسة للأطفال وحرمات للتدفئة أو الفرش للعائلات، مع العلم أن جميع الموظفين والمتطوعين بيخضعوا لدورات تدريبية مجالات بناء القدرات ومهارات الاتصالات وكذلك تنمية المواهب إضافة للاختصاصات المطلوبة بالعمل الإداري والأهلي، بهدف أكيد تأهيل كوادر المؤسسة بشكل أفضل. يعني قديش بيقدر او كيف بتقدر عائلة واسرة الشهيد التواصل معكم والاستفادة من خدماتكم؟ هلا بشكل مباشر 100% نحن في بمقر المؤسسة مفتوح دائما. فيهم يتوجهوا لمؤسستكم بشكل مباشر؟ عفوا، فيهم يتوجهوا لمؤسستكم بشكل مباشر؟ بالضبط، عن طريق المسح الاجتماعي. نحن ما بدي اقول لك 100%، بنسبة 75% وصلنا على بيته عن طريق جروب تحت اسم قسم المسح الاجتماعي. عن طريق هاي الاستمارة فينا نعرف هن شو محتاجين بالضبط. سيدة حنين، يعني هو شعاركم دعم أسر الشهداء، شو هي المشاريع اللي عم تقوموا عليها لأسر الشهداء بحيث أنه هن يمكن يقدروا يستفادوا من عمل يدعموا فيه نفسهم مع الزمن؟ هلق نشاطات المؤسسة عديدة مختلفة بجميع المجالات والأصعدة. هلق من خلال بداية تقديم الرعاية لأسر الشهداء عن طريق المساعدات والتسهيلات كافة المجالات والرعاية الصحية على أرض الواقع. هلق تجينا كثير حالات يعني أسر الشهداء بحاجة مثلا بحاجة مساعدة مادية أو دعم. تعملوا دورات تأهيلية يعني أنا قصدي لأسر الشهداء ليشتغلوا بعمل معين؟ هلق أنت لحطك بصورة، نحن عم نوفر لهم في حال مثلا كثير من الحالات عم تجينا بحاجة لفرص عمل، نحن عم نقوم بتوفير هاي الفرص برعاية صحية في بعض الجرحى والعساكر بحاجة لعمل جراحي، ممكن ما بيتوفر معهم المبلغ الكامل، نحن بنقوم بتسميه هالمبلغ وإجراء العمل الجراحي.
كمان انت بتعرف الوضع اللي عم يصير، بحاجة فعلا ممكن لكلام يرفع معنوياته. اكيد. فنحن بنتكفل بكل شيء ممكن، في الكادر الموجود بالمؤسسة تقوم بمقابلة كاملة مع الشهيد ونشوف شو احتياجاته وحسب هالشيء بنشتغل عليه. أكيد نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق، وأيضا خدماتكم يلي عم تدموها بها المؤسسة أكيد تلقى صداها والهدف منها. شكرا كثير لكل هالعمل الإنساني والتطوعي اللي عم تقوموا فيه، وشكرا لوجودك عبر هالاتصال الهاتفي معنا ضمن صباحنا. شكرا لك سيدة يا حنين.